طيب معلش انا هعتذر، بس احنا هنروح بقى من الاخبار الايجابيه لخبر تاني هو الحدث فيه مشرف، لكن للاسف الشديد هو نقدر نقول تبعاته او ردود الافعال اللي احنا شفناها واللي احنا ما كناش متوقعينها للاسف من سخريه كان شيء غريب جدا. انا بتكلم هنا عن واقعه التنمر على منتخب الانسات تحت 20 سنه زي ما كلنا تابعنا بعد ما خاضوا مباراه لبنان الوديه اللي شرفونا فيها، ولكن للاسف الشديد لقينا تعليقات على السوشيال ميديا من البعض، خلينا نقول بقى ما عندهمش يعني ثقافة أو منعدم الثقافة منعدم الوعي، يعني شوفوا حضراتكم المصطلح المناسب اللي برضو أنا هكون واخدة بالي قوي وأنا بنقيه علشان أنا على الهوى. خلينا برضو نرجع نقول تاني الشخص اللي هو بيستظرف، وانا مش هقدر اقول غير ان هو بيستظرف او بيقل ادبه او فاكر ان هو كده راجل او ثقافته او التربية اللي هو تربى عليها في بيته معتقد ان هو كده لما يعمل فهو كده جامد قوي، يعني الثقافات او المصطلحات او تشوفوا حضراتكم برضو اختاروا المصطلح اللي يعجبكم، هو في الاخر لازم يبقى فاهم ان دي مش مصر وان في نفس الوقت هي دي مش ثقافتنا، دي ثقافتك انت او الفئة اللي انت جاي منها للأسف الشديد. وفي نفس الوقت برضو البنات اللي انتوا بتتكلموا عنهم دول على فكرة دول ليهم اهل وليهم اخوات وبيروحوا المدرسة او بيروحوا وبيتعلموا، يعني ليهم حياة، فحضرتك لما بتخدش حياءهم بهذا الشكل وبتخدش حياء كل المجتمع بصراحة بتعليق زي كده حاجة محزنة. وخلينا برضو علشان يا كريم بصراحة انا برضو مع رأي ان احنا مش هنراهن على وعي الاشخاص دي في هذه القضية او القضايا من هذا الشكل، احنا لازم يكون عندنا رد فعل قوي. يعني اولا فكرة التنمر على فكرة في القانون وفقا للقانون هو ليه عقوبة قد تصل للحبس، فحضرتك بمنتهى الشياكة كده لما تيجي تكتب بس ابقى عارف ان التعليق اللي انت هتكتبه اللذيذ ده زيك ممكن يحبسك، دي حاجة. الحاجة التانية القومي للمرأة موجود، بصراحة دكتور مايا مرسي عاملة شغل محترم جدا وكان في بيان طلع وطبعا كان ضد كل هذه الافعال. الحاجة التالتة والحلوة ان احنا بنتكلم زي ما كان في بعض يعني التعليقات السيئة من فئة احنا بنتمنى انها تنتهي او تختفي من او ثقافتها تختفي يعني من مجتمعاتنا، كان في ردود افعال كويسه جدا من شخصيات عامه ومن ناس ومصريين كتير ومن عرب، عايزه اقول لك كانوا بيشجعوا البنات دي اللي شرفونا تاني كمصر. بنتكلم على منتخب يعني سيدات او انسات بيأدي دلوقتي يعني بشكل محترم جدا ولسه عندهم ماتشات كتيره، فربنا معاكم. انا وجهه نظري ان احنا مش مفروض ان هم يتاثروا بهذا الشكل. انت بتضحك ليه يا كريم؟ بضحك لان احنا داخلين على 2021 بالظبط، والله العظيم معاك حق، هي فعلا حاجه تضحك تصدق، يعني رد فعل انا فعلا مش قادره اصدق قد ايه احنا وصلنا لهذه المرحله يا جماعه. احنا بنتكلم ان بنات بتلعب كوره عمالين نتريق عليهم، ومش تنمر على فكره، الموضوع في التعليقات لو حضراتكم شفتوه وصل لحد التحرش، فعيب عيب، احنا مش كده، مصر دايما بلد الاصول وشعبها عارف كويس قوي الاصول وعندنا عادات، بنتكلم احنا شعب متدين بطبعه، فكل اللي احنا فيه ده طبعا مش هتكلم عن مصر، مصر ما لهاش دعوه بيكم خالص، يعني انا بتكلم على الفئه دي، الفئه دي المفروض ان هي اتربت بينا وعاشت بينا وتعلمت بينا، فما يصحش ان احنا نبقى قدام العالم بهذا الشكل، عيب يعني. كنت متاكد دي ان الخبر ده هيحيسك خالد، ما كانش عندي ذره شك، واعتقد هو يسخن اي حد يا كريم ويضايق اي حد، لان عيب عيب قوي لما نوصل فعلا زي ما انت قلت 2021 ولسه عندنا ثقافات او ناس بهذا الشكل، ولسه حتى عندنا مجرد النظره دي، النظره الدونيه دي اللي في غير محلها واللي غير صحيحه بالمره. طبعا الكلام اللي اتقال ده بشكل او باخر كمان قاله الكابتن احمد رمضان وهو المدير الفني للمنتخب، علق وقال ان البنات دول اتعلموا تعليم كويس جدا، ثقافتهم عاليه جدا، بيأدوا اللي عليهم بمنتهى الشرف، رغم ان هم ما كانوش بيتدربوا معاه اكتر من حوالي 50 يوم بس، وكانوا عايزين يعملوا حاجه عشان مصر، وان اللي بيتنمروا عليهم كان المفروض ان هم يعني ايه يفكروا قبل التنمر ده مره واثنين وثلاثه قبل ما يقولوا اي حاجه من السخافات اللي اتقالت عن البنات دي، لان هم بالفعل كان هدفهم نبيل جدا وهدف مشروع، المفروض ان احنا نشجعهم على فكره مش نتريق عليهم، فكره ان هم يعلوا من شان كره القدم النسائيه في مصر، هم في الاول وفي الاخر بيلعبوا باسم مصر وهيلعبوا باسم مصر في بطولات دوليه وعالميه، وممكن جدا لما يحققوا مراكز متقدمه هيكونوا شكل يعني بشكل مباشر سبب في رفع علم مصر في محافل دوليه رياضيه مختلفه، فيعني اللي عنده كلمه حلوه يقولها، اللي ما عندوش كلمه حلوه فليصمت، على الاقل ينقط بسكاته يعني اضعف الايمان. والله دي حاجه حقيقيه. وبعدين هنرجع نقول دول بطلات ورافعين اسم مصر، انت مين يعني بيتريق ده ولا داخل يستظرف اللي هو ده ابو دم خفيف ده، يعني انت مين بس عايزين نعرف يعني.